ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الدعوة إلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الحلقة الماضية تحدثنا عن تعريف الزواج وما هو الزواج لغة واصطلاحا. في هذه الحلقة نريد أن نبين مشروعية النكاح. معناته النكاح ده مشروع ولا ما مشروع؟ هل شرعه الله سبحانه وتعالى؟ وهل سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ النكاح مشروعيته في القرآن واضح، ومشروعيته في السنة واضح، وكذلك الإجماع. القرآن يقول: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، ويقول: من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ويقول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ويقول: وهو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها. إذن فالنكاح أيها الإخوة هو الغشيان. جبر الله تعالى عليه الخلق بما ركب فيهم من الشهوة، شيء جبلي. الله سبحانه وتعالى خلقه في نفس الإنسان. الله خلق شهوة في نفس المرأة وفي نفس الرجل. ما ممكن واحد يقعد في هذه الدنيا وعنده شهوة ويكون لا يتزوج أو لا يتمنى أن يتزوج. لماذا؟ ليكون منهم النسل، لأن زي ما القرآن يقول: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. من سيدنا آدم وأمنا حواء كلنا اليوم القاعدين بيقولوا كم؟ قريب 11 مليار، ومنهم من يقول 7.5 مليار من بني آدم. ده بصورة كده مش حقيقية، لأن إذا كان داير تحصي بني آدم كلهم ده ما ممكن، لأن واحدين قاعدين الإحصاء ما بوصلهم كلهم. لكن الناس هيقولوا وصلوا 11 مليار، ومن أبينا آدم إلى يومنا هذا ده كم مليار من بني آدم مشوا القيامة. إذن بطريقة شنو؟ بطريقة الزواج. ولكن المطلوب الشرعي هو النكاح، حتى يكون الولد عنده نسب عند أبو شرعي، ويكون بقاء النوع الإنساني. لأن كان ما في تزوج، الرجال ما بيزوجوا الأبين، والأبين أبو ما يتزوجوا، خلاص نسل بني آدم ده ينقطي خلاص. ولتتم سنته تعالى في عمار الكون، لأن بني آدم هو اللي بيعمر الدنيا. لو ما بولده حي خلاص، ديل بيقوا شياب وانتهوا، وديل بيقوا عجائز انتهوا، والدنيا خلاص تقيف. لكن بالولادة وبالزواج ماشيين. ويكمل ما قدره الله تعالى في خلقه من ابتلاء الأعمال في إعفاف النفس وحفظ النفس. النسب لابد بالزواج انت تعف من الزنا، وبعدين تحفظ نسبك أيضا،
وإلا إذا كان أنت ما تتزوج وتمشي يمين وشمال ترقد مع دي وتقوم مع دي ما فيش نسب خلاص. إيال كده يدفقهم وربنا يوم القيامة هي إيه؟ يسألك ها؟ الشهوة دي توديها في الحلال ما توديها في الحرام. هسه بعض الأخوات وبعض الإخوان هيمشي في الحرام في الحرام في الحرام، هما خلاص أنت صلبك ده ما كل ما الآن إيال وكل دفقت في الحرام، بعدين لما تتزوج تدري إيال ما تلقى لأن أنت كل خلاص إيال بقيتهم في الحرام وولدتهم ما تعرفهم فاتوا وين زرتوا. وربنا يسألك دي نعمة، نعمة يا راجل، نعمة الرجولة مش نحن الرجولة حاجة مش حين. أنت راجل وربنا أعطاك قوة الرجالة تحفظ هذا الماء وتصبه في مكان عشان يكون عندك إيال حقك، ولا تمشي زي البهيمة بس تدفق هنا وتدفق هنا وتدفق هنا. هسا التور ده، التور ده إيال بعرفه، أنت ما تبقى زي البهيمة كده زي التور تمشي هنا وتمشي هنا وما تعرف إيالك. أنت بني آدم ربنا كرمك يا أخي، وأنت أيضا يا مرأة اتق الله من الزنا. كيف كيف تسب هنا وترمي هنا واليوم شلتي من صخير حرام ودفقتي ودفقتي ودفقتي؟ أنا أعرف هذا الأمين اليوم بكورك بدموعهم بدور إيال حلال ما لقيه، وكان جبت قلت لهم تالي أحلف بالله إيال ده وديت وين؟ لا 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 أنا بس الله ما نقول له أهلي بالله كي أنت ما دفقتيش أقول له ولا الله صحيح أقول له أنا وقت البناء صخير أنا ما أنا أعرفه إيال كله دفقت حتى وشي في الكلام ده دفقت في الريسة أكيد ده. خلينا خافوا الله، الأوينية كلها شرف والرجولية كلها شرف. راجل بلا مرأة ما بقدر بعيش، ومرأة بدون راجل ما بتعيش. لكن خلي الشهوة الله أنتانا ده مكان الله بدوره ده نخطو عشان نجيب إيال حلالين يقو يكسر أمة النبي ويذكره ويستغفره عشان نزود أمة النبي نلقوا الأجر. لكن ما نسوي زي الناس بيقولوا بكاي ساكت كده ده ما يجي. وأداء حقوق الزوجية وصلة الرحم والتعاون والبر إلى غير ذلك مما نزل به التكليف، ده الآيات النزلت في النكاح بالزواج. وأما السنة الشريفة ففي قوله صلى الله عليه وسلم الحديث المتفق عليه: يا معشر الشباب، شوف النبي ينادي الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. شوف النبي ينادي معشر الشباب المسلم: من استطاع منكم الباءة، والباءة هي شنو يا ناس؟ بمعنى الشيء اللي بيوصلك إلى الزواج، مؤونة الزواج، مؤونة الزواج، تكلفة الزواج عندك خلاص بيقول لك زوج. وبعدين قالوا لا، الباءة هي شنو؟ الرجل إذا كان بيعرف نفسه هو محقق رجل وبيزوج مرأة وبعدين يعطيها حقها بتاع الفراج، الله زوج. وبعدين قالوا لا، الشيء اللي يوصلك إلى الزواج هو المال، مؤونة التكليف تكلفة الزواج. الرسول قال فليتزوج فإنه أغض للبصر، لأن أنت من زوج ده إيه نقدر تغض من الأوين ده؟ خلاص ما بتشوف يمين شمال، المعشاد والخاشاد ده تو أنت عندك لك في البيت بتنت داير شنو آخر؟ كان داير كمان شيل تتين، كان ما كفوك شيل ثلاثة، كان ما كفوك شيل أربعة، وخلاص مسنى وثلاثة ورباع. بدل أنت عندك وادي حلال وتمشي تسي حرام، ده يا ناس اتقوا الله، ده ما يجي كلام سيدة. أنت عندك مرة حلالة وتمشي في كونيات وفهمت في أوبرش وتخسر أكثر من الحلال كمان. يمكن زوجتك الحلالة دي دورت منك شيء ما تنتهيها، ولكن تمشي تبذل في الحرام. يا ناس نتق الله. وأحسن للفرج، يحصن فرجك يحفظ فرجك الزواج ده. ومن لم يستطيع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أنت ما بتقدر، ما عندك قدرة للزواج، الرسول قال صوم. ليه؟ لأن الصوم وجاء، معناته قاتل للشهوة. الإنسان كان بصوم ده خلاص الشهوة بتنزل، الشهنة دي تمشي 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 تفضي بتم ما بتفتش. المرة اللي كان جنبك كلهم تجيب خبرها لأن الصوم، لكن ما الصوم اللي أنت الآن بالصومة وبتقيل تأكل سفرة كاملة، لا 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 لا،
تقلل من الأكل، الأكل ده تقلل منه، لكن كان تقيل أنت صائم ويجيب لك سفرة كامل تشهن ده. بل العلماء قالوا الصوم في بداية الأمر يقلل الشهوة وفي المستقبل تاني يزيد الشهوة. ليه؟ ده إذا كنت بتتغذى زيادة. أيوة أنت صوم وآكل شيء بسيط بسد الرمق وشوية زايد منه عشان شهوتك ما يهركها إلى الله يفتح لك وتزوج بالحلال. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أربع من سنن المرسلين، سنة الرسل أربع أشياء: الحياة، الإنسان ما عنده حياة ما عنده إيمان، والتأطر شيء أطر، الأطر ده كله تصاحب الأطر معك شيء طيب، كذلك السواك من سنن المرسلين تستاك سواء الرجل امرأة كذا، والنكاح، أربع أشياء من سنن الرسل. وقوله صلى الله عليه وسلم من كان موسرا لأن ينكح ثم لم ينكح فليس مني. الرسول قال انت موسر عندك شغل بوصلك تزوج مرأة وأبيت ما تزوج ده انت ما من سنة النبي، انت ما مني. الرسول قال فليس مني، أي ليس من أهل سنتي، لأن النكاح سنة، سنة للأنبياء. انت عندك شيء وبعدين تقول أنا ما نزوج؟ ويا إخواني سواء شباب أو ناس كبار، في واحدين ما بيخاف ربهم بيقول الماء أبين ما قاعدين أنا كبتني زوج نتعب شنو قاعد، وانت تقولوا أننا فخر ما نعرفه إلا دوا نعرفه خبر كله بجينا ونينا كلنا نعرفه. في شباب وفي ناس رجال مرات زوجوا أبين جابوا إيال ثلاثة أربعة بقران تاني أبين ما نزوج يوم الدائر ما نلقوه بس بتاني نخسر شنو. فليتق الله يا ناس، أخاف الله حرام ما حلال تلبت من الناس كلها تنبت، الله سيجاي يشوفك ويعرفوك فلان أبو فلان أبو فلان فلان دول يمشي يروح في كارتيه يروح مع بنات دقاك 15-16 سنة يمكن بنيتك كلها تبلدهم. لا زواج حلال ولا تلبت ولا شنو، قاعد في بيتك لو دور يا هو تمشي تقضي شهوتك. ناس ودينا عارفين انهم باعوا بيوت لأزبات، باعوا سيارات لأزبات، لا أما كل ما يبيع له في الحرام. يتقوا الله مال ده كان هو صحيح مالك ده بالدربة ده ما تودي تدفق في مكان. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على أن الزواج مشروع وأن مشروعيته مما يؤلم من الدين بالضرورة. في أشياء نذكرها دي زي ما كان في الحلقة الماضية قلنا النكاح يعتريه الأحكام الخمسة: النكاح يبقى مندوب، يبقى واجب، يبقى حرام، يبقى مكروه، ويبقى مباح. النكاح كيف يبقى واجب؟ ربنا لما قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وربنا قال وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. بس كلمة فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، في ناس ودين متعمدين كده يفسر القرآن عمدا أو جهلا، بيقول مثنى اثنين وثلاثة بقى خمسة والرباع بقى تسع. ما سمعته كان فقير واحد معه قال زوج 11 مرة في تشات، الله يهديه ده كمان لقيته وين يا رب. يا مسلم اتق الله، تخلط القرآن وتفسره خطأ. والنبي عليه الصلاة والسلام هو نبي ورسول، ربنا أباح له تسع مرة وأن ربنا أعطاه قوة 40 رجل، رسول عليه الصلاة والسلام ربنا أعطاه قوة 40 رجل، عشان كده هو نبي ورسول أفضل الخلق، ربنا أباح له يبيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يبيح لغيره. الشكر ربنا للرسول يقول له ده مباح، ما أي واحد كده
يتطاول يقول انا كل خلاص الرسول شغله ده مباح انا كل مباح. يا رب انت شغلك اربعه بس ما زايد، واحد اثنين ثلاثه اربعه، ده الله اعلم في زماننا اليوم ده البركه كلها ارتفعت، ده كان قوتك ده يكون شنو كلها اربعه ده تقيف انت كلها شغلك بهبار ساكت. شغل الله قال ده انت ما تكون اعلم من الله سبحانه وتعالى بنفسك. ولكن هذا الامر عند كافه اهل العلم امر ند لا امر ايجاب. العلماء كي قالوا النكاح ده ما واجب بل مندوب، وبعض العلماء قالوا هو واجب. بس الموضوع ده اختلف فيه بعض العلماء. الإمام النووي رحمه الله يقول الأمر بالنكاح لمن استطاع وتاقت إليه نفسه، مستطيع تتزوج ونفسك كلها مطلع على الزواج ومشوقة للزواج. وعند العلماء كاف أمر ند لا إيجاب، فلا يلزم التزويج ولا التسري سواء خاف العنة أم لا، هذا مذهب العلماء كافة. ولا يلوم أحد أوجبه إلا داود ومن وافقه من أهل الظاهر، ورواية عن أحمد فإنهم قالوا يلزمه إذا خاف العنة أن يتزوج أو يتسرى، وهو قول المالكية عند خوف العنة. نين المالكية بنقولوا كي كان إنت ما تخاف الزنا ده وما راجي إيال النكاح ما واجب، لكن كان خفت الزنا ولو المرض تأكلها من الحرام، خليه يكون اسمه وكلامي هذا، انت كيف شغل حلال كما عندك، وكان قاعد تزنى خفت من الزنا تزنى والأمر تزوج المرأة ده ولو من الحرام، ليه بس من الحرام؟ أقول ترتكب أخف الضررين، الزنا حرام وتأكلها من الحرام، ها ولا تمشي تزنى أفضل؟ لا 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 لا، أخف شيء ده وتصل الله يديك حلال، لكن المدة دي قال ولو شيء ده من الحرام كله تجي تأكلها. ليه؟ لأن النكاح بيبقى واجب، أنت بين تزني وبين تزوج المرأة دي وتأكلها من حرام عشان ما عندك مصدر من حلال، ده أوجب على هذا الرجل أن يتزوج. لكن كم ما تخاف من الزنا النكاح في حد ذاتك يكون شنو؟ مندوب. بهذا القدر نكتفي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا معكم في وقت آخر لنكمل أحكام النكاح، لأن الآن تحدثنا عن الندب والوجوب، وبقي حكم النكاح أن يكون حرام ويكون مكروه ويكون مباح. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل
أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي أولياء أمور الطلبة. أولاً نشكر لهذا الشيخ المؤسس هذه الخلوة، خلوة دار السلام لتحفيظ القرآن الكريم وعلومه الشرعية بهارة دقنقالي. هو الشيخ الهاد داود ولد النور، نور على نور، يهدي الله بنوره من يشاء. وبجهدك علمت أبناءنا، وبرزقك وبفضل الله تعالى حفظت القرآن لأبنائنا. نسأل الله تعالى أن يشفيك شفاء عاجل، ويمد في عمرك وينور قلبك، ونكون جميعا يوم القيامة من الذين يؤتون كتبهم بيمينهم. والشكر أيضا إلى أولياء أمور الطلبة، أنتم بذلتم أموالكم لتعليم أبنائكم، كنتم سببا لاجتماعنا في هذا المكان. نسأل الله تعالى أن يطيل في أعماركم ويبارك لكم في أموالكم ويوفقكم في الإنفاق لتعليم أبنائكم. قال الله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وفي آية أخرى قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وفي الختام نوجه خطابي هذا إلى أولياء أمور الطلبة: الاهتمام بالعاتي، الاهتمام بالتعليم أمرا واجبا، الاهتمام بتعليم القرآن الكريم وحفظه وعلومه، الاهتمام بتربية الأبناء تربية إسلامية، حث الأبناء على الصلاة والأخلاق الحميدة واحترام الآخرين. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقه، والعاقبة للتقوى. ضيوفنا الكرام، أحييكم باسمي وباسم الطلاب خلوة دار السلام لتحفيظ القرآن والعلوم الشرعية بتحية يطيب شذاها مسكا وريحانا، تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام. السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته. الجمع الحضور كل حسب اسمه ولقبه، نزلتم أهلا وحضرتم سهلا، بعدد زخات المطر، بعدد ما في القلوب من محبة، بكل حب واحترام نستقبلكم ونفرش بالورود وزهور طريقكم، ونعطر حبر الكلمات بالمسك والعنبر لتليق بلقياتكم، وننتظر لقاءكم دوما وسنذكركم دوما مع نسيم الصباح والمساء وهبوب الليالي. مرحبا بكم يا ضيوفنا، أبائي الأكارم، أمهات الكريمات، أوصيكم وإياي أن تعلموا أبناءكم الشرع الإسلامي، وأن تسعوا دائما وتجتهدوا من أجل تعليم أبنائكم. وفي الختام لا يسعر إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لجمع الحضور، وإلى لقاء آخر، ودمتم في استعانة الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ذرية والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم.
الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق الله العظيم. إخوة الكرام، نحن اليوم سنحتفل في قلوة دار السلام لتحفيز القرآن الكريم والعلوم الشرعية بهيدي جنجالي بالدائرة التاسعة. مؤسسها لكم الشيخ داود ولد النور حفظه الله ورعاه وطال الله في عمره بالصحة والعافية لخدمة الإسلام والمسلمين وكل من شارك في هذه العمل الجبارة النيرة الجميلة. لقد دعوناكم بمنذ أسبوع ولكن الله دعاكم بعرف السنين. قبلت دعوتنا ووفيت أحدكم. أنتم الذين موفون بأحدهم إذا أحدوا. لكم أشكال كثيرة وأعمال مختلفة ولكنها تركتموه وفربستموه بوراء ظهوركم لأن تستقبلوا القرآن الكريم. واللهم اجعل لكم في ميزان حسناتكم ويردكم إلى أماكنكم سالمين وغارمين. هذا دليل للإيمان. لماذا؟ لأن القرآن يهدي لمن سمع ويهدي لمن حضر، كما قال تبارك وتعالى: أين هدوركم هذا لن تدرس سبدا على الإطلاق. لماذا؟ القرآن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فلذلك القرآن يهدي لمن سمع ويهدي لمن حضر كما قلنا لكم هذا. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما هدروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. ماذا قالوا؟ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم. إخوة الكرام، الآن أن هذا اليوم فرحة للمسلمين جميعا. التأسيس هذا الخلوة دليل الناس ماشين درجات. وكما استمعتم في التلاوات الناطرة الجميلة فهذا استماعكم هذا تجدونه يوم القيامة. وكذلك الذين قاموا بهذا العمل آباء الطلبة وكل المسؤولين الذين حضروا في هذا المقام والذين لم يحضروا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا في الفردوس جميعا. وكذلك أريد منكم أن هؤلاء الطلبة دليل تدل أنتم قائمون بالقرآن
يشهد لكم إن شاء الله وأنتم تشهدون له. فلذلك أريد أن الناس كلهم يقوموا بحمة القرآن على جميع أناقكم، ليس من أسسه له فقط، كل الناس يقومون به بالدعم وبالمواعظ وبالمراقبة حتى الناس يتمكنون في تعليم القرآن وحفظه، ونجد الأجور إن شاء الله. أيها الإخوة الكرام، نيابة عن فضيلة الشيخ صالح محمد رمضان صاحب الفضل والفضيلة، هذا الرجل الذي كرس جهوده لخدمة أبناء المسلمين ولتعليمهم هذا الدين واهتمامه كل الاهتمام بهذا التعليم، تجده يعتني بطلاب القرآن كما يعتني بطلاب العلم، لأن هؤلاء الطلاب الذين احتفلنا بهم اليوم وقرأوا أمامنا القرآن الكريم في هذا المجلس هم من سيقرؤون الحديث والفقه والأصول والتفسير في الغد إن شاء الله. لذلك أيها الإخوة، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن أردتم عيش السعداء وموت الشهداء والهدى يوم الضلال والظل يوم الحرور والنجاة يوم الحشر فادرسوا القرآن فإنه كلام الرحمن وحرز من الشيطان ورجحان في الميزان. هذا القرآن الكريم أيها الإخوة يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، بل إن من حفظة القرآن الكريم من تأتيه الملائكة الكرام في القبر ليسألانه عن دينه وعن ربه وعن نبيه، فأول ما يقوم من قبره يقول للملائكة الكرام: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فتقول له الملائكة الكرام: لا عليك يا من كنت في روضة من رياض الجنة، كنا نحب أن نسألك سؤالا واحدا فأجبت عن السؤال قبل السؤال فنم مطمئن القلب إلى يوم القيامة. هذا هو القرآن الكريم أيها الإخوة. لذلك هؤلاء الشباب الذين نحتفل بهم اليوم وبهذا النموذج الرائع وهذا الاحتفال الرمزي وهذا التكريم المتمثل في تقديم ما قدم من قبل، ده شيء رمزي. والزول خليه يفهم، وأخواني الصغار أبنائي الطلاب الذين يحفظون القرآن أكدوا تمام، أنتم اليوم تحتفلون ويحتفل بكم، ولكن الاحتفال الحقيقي الاحتفال العظيم والاحتفال الأكبر هو احتفال الملائكة الكرام بكم يوم القيامة. الملائكة ستحتفل بكم يوم القيامة عندما يجاء بآبائكم من قرأ القرآن واستظهره، ألبس والداه تاجا من نور ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا. النبي يقول: أي زول حفظ القرآن الكريم يوم القيامة والدينا أمه وأبوه بلبسهم تاجية هنا نور ضوء هنا التاجية ده زيادة من ديهن الشمس في الدنيا. هنا أخ الإسلام وأختي الكريمة، يا من جئت بولدك في خلوة دار السلام، هذه الخلوة التي تفضل بتأسيسها وتفضل بإنشائها وخدمتها أخونا الشيخ داود ولده، أنا أحب أن أذكركم في هذا الوقت الذي ربما لا يسع للكثير من الكلام، أحب أن أذكركم بشيئين. أنينا هنا في تشات بنحتفل بحافظ القرآن، وده صحيح وده شيء جميل، نحتفل بحافظ القرآن، نعم نفرح بولدنا الذي حفظ، نعم نكرم ولدنا الذي حفظ، نعم، لكن في جانب آخر أنا أحب أن أنبه الإخوة إليه، وهو جانب مهم أيضا لا يقل أهمية عن احتفالنا واهتمامنا بحافظ القرآن. أرينا بنفره بس أخيرنا الحفظ قرآن وما كان نحتفل بالزول القرر لولدنا للقرآن الكريم. قطعا الأخ الشيخ هارون يوسف
ذكرنا بشيء مهم وقال لنا لازم الناس يقوفوا مع الخلوة دي ماديا ومعنويا. نقول نعم، هذه الوجوه وهذه الكوكبة النيرة من هذه من هؤلاء الشباب الذين نطقوا بحالهم قبل قالهم يدل حالهم على أن وراء هذا النجاح جهود. نادم ما في زول يقدر يقول لك أنا ولادي وهيدك حافظ القرآن الكريم، ولادي وهيدك بيجي عالم، ما في زول يقول لك الكلام ده. لابد أن هؤلاء الأبناء في ناس تيبوا معهم، وأنا أعرف ظروف أصحاب الخلاوي جيدة، من المعلمين من لا ينام الليل كله، ورحم الله من أمسى وحرس عينان لا تمسهما النار أبدا، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، هكذا كان رسول الله يقول. العين التي باتت تحرس في سبيل الله سواء كانت تحافظ على الثغور أو كانت تحافظ على تكوين الجيل النافع الذي يحفظ لنا هذا الدين. نحن شئنا أم أبينا الأيام ستنقلنا والأمر سيمضي بنا، ويوم من الأيام سنكون إما عجزة وإما في باطن الأرض بعد أن كنا بظاهرها، ونحتاج إلى من يخلفنا في شتى المجالات الدينية. نحتاج إلى الخطباء، نحتاج إلى الفقهاء، نحتاج إلى المحدثين، نحتاج إلى الأصوليين، نحتاج إلى علماء التوحيد. هؤلاء الشباب هم من سيتحول إلى حفاظ لهذا الدين وحفاظ لهذا العلم كما كانوا اليوم حفاظا للقرآن الكريم. وهذا يعني أن الآباء يجب عليكم أن تبذلوا الجهود المكثفة حتى تذهبوا بأبنائكم بعد أن حفظوا القرآن الكريم، تشجعوهم للحوق واللحاق بحلقات العلم ليأخذوا هذا العلم، فيقال نعم الحافظ لكتاب الله ونعم المحدث ونعم الفقيه ونعم الأصولي ونعم عالم علم الكلام أو نعم المتكلم، كل هذا بجهود الآباء أيها الإخوة. فعلى هذا أنا أوصي إخواني وأوصي أخواتي أيضا الأوين، عندهم دور عظيم في الإسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم من الأيام كلم في شيء مهم، ولا بد أن الناس يفهموا أن الاحتفال إذا كنا احتفلنا هذا الاحتفال عنده رسائل. من بين هذه الرسائل الاحتفال يعلمنا كيف نهتم بأولادنا. إيالك الإنت وليتين ما مستهيل كون يبقوا زي الإيال الألوم قروا القرآن الكريم ده. الشيء المطلوب فقط إنك تجتهد وتأتي بولدك ليقرأ القرآن، وتهتم كل الاهتمام بالناس الغاية اللومولة سخيرة للقرآن، تزورهم ولو مرة في الأسبوع أو مرة في الشهر لتقف معهم. وأنا أعرف ذلك جيدا، بعض المدرسين للقرآن الكريم يعرف الطالب ولا يعرف أباه، يعرف الطالب ولا يعرف ولي أمره، وإنما يعتني به ويحفظه القرآن، وربما لن يتعرف على أبيه إلا يوم التخريج. فألا دئنتوا الأبهات هنا الطلاب، كونوا في المقدمة وكونوا على قدر المسؤولية، فإنما نقدمه اليوم لخدمة القرآن فان، وإن الأجور والدرجات التي ننالها يوم القيامة، الرسول عليه الصلاة والسلام يبين أن من أنفق زوجين في سبيل الله نودي يوم القيامة يا عبد الله هذا خير. يعني زول إذا كان مرك شيئين بس، جبت التول بندر اثنان، ولا جبت بروش اثنان، ولا جبت كتب اثنان، ولا أي شيء اثنان خشم واحد مرك تصدقت في سبيل الله، النبي قال الملائكة يوم القيامة ينادوك زي نادينا سيادة الكارات هيني ألوم. انت كان ماشي ده سيادة الكار بخاطفوك، ايوه بقول لك تعال اركب في كار هكيدة. يوم القيامة كمان الملائكة تقول لك يا عبد الله ادخل الجنة من هذا الباب، والآخرون الذين يقفون من الباب الآخر يقول لك ادخل الجنة بهذا الباب، تدعوك الملائكة من هنا وهناك لتدخل الجنة من أي أبوابها الثمانية شئت.
فمن كان من أهل الصلاة النبي قال دعية من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعية من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعية من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعية من باب الريان. سيدنا أبو بكر الصديق دار يعرف، قال يا رسول الله ما على من دعي بباب من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ سيدنا أبو بكر بقول نادم كنادو دخل جنة بباب من أبواب الثمانية دك ضرر كما يحصل له، هو دفاز ونجا. أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. إن من أهم المهمات الاشتغال والعناية بكتاب الله عز وجل حفظا وتلاوة وتدبرا وتعلما وتعليما وعملا، فكتاب الله خير الكلام وأحسن الحديث وأصدق القول، وقد وصفه الله بكونه عظيما وحكيما ومجيدا وكريما وعزيزا ومبينا ونورا وهدى ومباركا وغير ذلك من الأوصاف. وقد تكفل الله بحفظ كتابه الكريم فقال جل وعلا:
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لذلك كانت غاية المؤمن الصادق أن ينال الكرامة والفضل عند ربه وأن يحظى بالأجر العظيم ليكون من الفائزين. وقد أرشدنا ربنا سبحانه إلى طريق الخيرات والتنافس في الطاعات، ومن أعظمها الإقبال على القرآن وخدمة القرآن. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ومن الفرحة والسرور أن وفقنا الله عز وجل لخدمة كتابه الكريم والعمل على تحسين وتطوير مستوى المعلمين والدارسين لرفع كفاءاتهم العلمية والعملية والمعنوية. وانطلاقا من هذه الرسالة السامية، سعت السيدة أم هاني وأخواتها من بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية أن يكون عونا لمسيرة حفظ كتاب الله عز وجل من خلال بناء وتدشين هذا المجمع في مدينة دربال لخدمة القرآن الكريم وعلومه. فنسأل الله أن يجعل هذا العمل صدقة جارية لها إلى قيام الساعة، إنه ولي ذلك. وقفت أو دعيت لأقدم هذه الكلمة نيابة عن رئاسة المجلس، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالمحافظة، إنه غائب. والوفد الذي جاء أحال إلي هذه الكلمة لأقدمها، فكل الكلمات لما تنصب أو تنسب لرجال ثم تحال إلى آخر الأمر يكون صعب وحرج. ومع ذلك أستعين بالله وأقول ما شاء الله أن أقول. أحبابي في الله، إن هذا المجمع كل قارئ قرأ وتتبع أسماء الصحابة يجد اسمه هذا اسم تفاؤلي، نسب إلى رجل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أنت تمشي وحيدا وتعيش وحيدا وتموت وحيدا، وهو أبي ذر الغفاري، وهو من بني غفار الذين قال عنهم أو تكلم عنهم المتكلم في التاريخ: الويل لمن أظلم عليه الليل واجتمع ببني غفار. لذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. إن الذين نسبت إليهم هذه الكلمة، إن الويل لمن اجتمع بهم بعد ظلام الليل، هذا إن دل إنما يدل على شجاعتهم. والشجيع وقت الغباوة إذا صها يكون أشجع الشجعات. أبي ذر الغفاري الذي نسب إليه هذا المجمع هو من الرجال الذين ذكروا في كتاب يدعى رجال حول الرسول، وهو منهم. أحبابي في الله، سعادة الأمة وسلامة الأمة وسيادة الأمة تكمن في العمل بالقرآن. لذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه الناس. وما ذلك، هناك حديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيه: الدال على الخير كفاعله والدال على الشر كفائله. نعوذ بالله من أن ندل على شر. والدلالة التي أتكلم عنها هي الدلالة السيدة الحاجة حليمة أبا صالح، واحدة إفريقية من دولة تشاد، بل من محافظة البطحة كبد تشاد، ليس لها منفذ لا إلى السودان. محافظة البطحة لا تحتك بالسودان ولا تحتك بالكاميرون الغرب ولا تحتك بالشمال سنتر أفريق ولا تحتك بليبيا، بل محافظة محجورة. ومنها تكون امرأة
مجاهدة تهاجر إلى الخارج وبالتحديد إلى المملكة العربية السعودية مهبط الوحي، وتؤالق مسلمات حتى تدلهن وتدعوهن لو كنتن تفعلن الخير إني لأقول بكن إلى مجمع أبي ذر الغفاري لتمددن له يد العون. وقد فعلت بأمانة ونجح الأمل 100%، والشاهد حضور هؤلاء كل الناس لم يكونوا من دربال داخل، وكل الناس لم يسكنوا داخل المجمع، بل إنما مدت إليه أو زفت إليهم الدعوات باسم القرآن الكريم فجاءوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قام في هذا الأسبوع اللوان عبد الكريم جراد أبو خريس لوان قرية مسيل أبو كومة بضواحي العاصمة جمينة على رأس وفد كبير بزيارتي إلى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، واستقبل الوفد فور وصوله من قبل رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور محمد خاطر عيسى. وخلال هذا اللقاء فقد قدم اللوان لرئيس المجلس دعوة من أجل رعاية حفل رفع الدعاء والتضرع للختمات القرآنية من أجل العافية والأمن والسلام والاستقرار المرتقب. ورفق اللوان في هذه الزيارة رئيس اتحاد الأئمة بالشاد وبعض من معاونيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نشكر الله. اليوم أنينا سعيدين جينا الهدف أن زيارنا لمولانا رئيس المجلس الأعلى الإسلامي لجمهورية تشاد السيد الدكتور محمد خاطر عيسى. الهدف عشان أنينا فقرية حقنا دا دارين نقرأ قرآن قرائين ومدينا الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول الحبيب. عشان دا جينا قدمنا زيارة لشيخنا، والحمد لله نشكر الله شيخنا قبلنا واستقبلنا بفرحة. عشان ده هدف حقنا الجينا فوق وما هي أكثر من الشيوخ الدين والدلاجات الكارتين جينا ده هدفنا الجينا فوق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة المجتمع الشادي مجتمع فاضل، هو متمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى ومتمسك بدينه. اليوم الزيارة هذه من اللوان عبد الكريم هو طبعا اليوم هو يعني مكان له يعني له مسؤولية كبيرة في هذه الجهة من المجتمع الشادي. حقيقة يعني المكان الذي هو فيه يمثل يعني شريحة كبيرة جدا بالنسبة لنا هنا. هم من زمان متمسكين بقراءة القرآن والدعاء والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، لكن المرة دي طبعا هناك في فرحة زيادة اللي هو مسألة التنصيب، وهذه يعني هو أصر على أساس أن لا بد من يعني نجي ونحضر في هذه المناسبة الكبيرة، وهي تعمر بقراءة القرآن وتعمر بمديحة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يعني ومن أجل ذلك يعني شان معه كثير من الدلاجات وأيضا كذلك رجال الدين الأئمة ورئيس الأئمة أيضا كذلك معه، وجونا من أجل يعني أن يقدموا لنا الدعوة، كون يعني هذا النشاط الذي يريدون أن يقوموا به يعني نمشي نفتتح لهم نحن ونختتم أيضا كذلك نحن.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. دعوة إلى الله.